شايف اللي بيحصل ده ما حصلش قبل كده بالامان، وده الجديد وده نتاج ومجهود كبير قوي عمل الفنان محمد رياض اللي بيلعب بره التراك بره خارج الصندوق، ما بيعملش المتعارف عليه التقليدي على مدى 15 دورة سابقة. هو أضافه وخلاص. لا أضاف كتير قوي. ويبدأ كمان بدورة باسم زعيم عادل إمام، دي حاجة كبيرة قوي قوي يعني، حاجة محترمة قوي. بقول له ربنا يديك الصحة ويرجعك لينا أفضل من الأول كمان، وتتحفنا بأعمالك الكبيرة والعظيمة الخالدة اللي هتفضل طول العمر لا يمكن ننساها أبدا. فأنا بشكره جدا على إنهم افتكروني كل أعضاء اللجنة العليا وفنان محمد رياض وكل الناس المسؤولة عن المهرجان، إنهم افتكروني وحسوا إن أنا بذلت مجهود طوال 40 سنة. فبشكرهم جدا. طبعا بكره العرض الخاص او يوم 2 اغسطس العرض الخاص لمرعي البريم، فكلام عن الفيلم ده وعن الكواليس يعني مع استاذ محمد هنيدي. ان شاء الله هيبقى فيلم كويس قوي، واضافه جديده لمحمد هنيدي وعوده للاستاذ سعيد حامد حاجه كويسه قوي. مش لازم احنا كل يعني الفيلم بعد بكره. وده التعاون مع محمد هنيدي تاني تعاون بين أرض النفاق، وعملت مع مسرح، عملنا 3 أيام في الكيمة حلوة بينكم يعني الكيمة، وعملنا سلام مربع، عملنا حاجات حلوة ما شاء الله. طبعا ربنا كرمك يا أستاذ والله. شكرا جدا ليك.